انت ما بحق لك تحفر بالمطمر، ما بحق لك تكب زباله بمنطقه سكنيه عم بترجاك غمار، وقف الشغل بالمطمر. في تقارير، في دراسات تثبت انه في سموم مدفونه تحت كل هيدا القرف، ما بنعرف شو ممكن يصير فيها اذا حفرنا. خلصتي وجدانيات وقصائد وطنيه ومبالغات؟ ايه خلصت، لانه الحكي معك لهيئه ما بفيد طالما انت متشبث برايك. حلو، طالما انا متشبث برايي والحكي معي ما بفيد يا سياده النائب، بترفعي ايدك عن الموضوع تماما. طالما عم بتقول عني سعاده النائب، انا رح اقول لك هيدا الموضوع تحديدا ما رح اسكت عنه. حتسكتي عنه مثل ما عرفت خرسك عن غيره، حخرسك عن هالقصة، عم تفهمي؟ ترك لي ايدي غمار، شكلك ناوي على شر الليلة، بس أنا تعبانة، تعبت منك، تعبت اتخانق معك. نام لوحدك الليلة، رح روح نام عند جونيور. بيكون أحسن. سهيلة، بشرفك دوقي لي هودولي. اي راح اجري انا واقف عم بعملهم. دوقي 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 دوقي. تخيلك يا بدر، مالي نفس، راسي مش معي. عمي انت امتى راسك معك؟ لازم تكوني هلا مزلقطة عم بتفرفر تفرفر، بكره ابنك بيطلع من الحبس. معك حق، بس حاسه من اليوم لبكره رح يمرق كانه دهر. اي والله، بس قطع الكثير ما بقي الا القليل. النطرة شو صعبة، ما بعرف كيف قضيت هالليالي والايام اللي قطعت كل هالسنين. بعده شاب، بكره بيرجعوا بتعيشوا احلى ايام سوا. قولك في شي بيتعوض؟ قولك العمر اللي راح بيرجع؟ احلى سنين شباب وراحوا. يا عمي احسبي كان مسافر على الخليج، على افريقيا، على زيمبابوي ورجع، ما بقاش تنقي مرقي هالكم ساعه خير. ايه يقهر قلبي، مش مصدق انه بده يرجع على البيت. الله يمضي هالليله على خير. يعني ما رح ادوق الحلو؟ اهلا وسهلا فيكم، انا كثير انبسطت انكم شاركتوا معنا امبارح بالكونفرنس بالندوه يلي عملناها امبارح، بس الاهم وجودكم اليوم، لانه هيدا الفحص بيساعدكم وبيحميكم وبيخليكم تكتشفوا المرض بمراحله الاولى لا سمح الله. كثير مهم انكم ما تهملوا هيدا الفحص، بس الاهم انكم تساعدونا ننشر هيدا التوعيه، ننشر الخبر للكل، اماتكم، بناتكم، كل حدا بتعرفوه، لانه مع الاسف سرطان الثدي صار عم بصيب الكل حتى الصبايا. ومثل ما قلت لكم امبارح، نحن بمركز امل رح نقدم هيدا الفحص الماموغرافي كل شهرين مره، وهيدا الفحص مجاني. هلا دكتور سينتيا رح تهتم فيكم. دكتوره بيان. نعم. صار كثير تعبانه، مش قادر اتنفس. لحظه، دونت بانيك، بليز خليكم مرتاحين. بليز دخيلك يا دكتور. الله يخلي خيرك يا دكتور. ماشي دكتور سينتيا، اهتمي فيهم، اعملي معروف. صباح الخيرات يا أسعد، رتبت لنا موعد اجتماع الحزب؟ قبل موعد الحزب في شيء مهم لازم خبرك اياه، بخصوص مطمر الزباله يلي رجع المتعهد يشتغل فيه. زباله ومطامر، أسعد انا شو دخلني بك هالقصه؟ يا بيك، مش كتير سر انه بعض شركاتك وشركائك لهم علاقه مباشره بالموضوع. حيرتونا. لا فعلا حيرتونا، انه بدكم يانا نريحكم من الزباله والنفايات اللي موجوده بالشوارع، فعم نحملها ومنطالعها على المطامر. عم بيطلعوا لنا بازمه بيئيه وازمه صحيه، انه شو بدكم؟ بالله شو بدكم؟ التحاليل الاخيره اللي انعملت ما بتبشر بالخير ابدا. تحاليل شو؟ في
في بداية تسريبات لغازات سامة عم تطلع على أثر الحفر بالمطامر القديمة، وإذا بيبقى الشغل على هالطريقة الفوضوية أكيد رح نوصل لتلوث بيئي وصحي كبير. تمين، كيف وصلك هالموضوع؟ شو خصك أنت بهي القصة؟ أنا الكلب الوفي لعائلة الغانم. الجهة المعنية بهالموضوع خبروني حتى ناخد حذرنا ونعرف كيف نتصرف. هدول جماعة العروق الخضراء وصحتك المنزلية وجماعة المجتمع المدني وهالزعبرات يلي بدهم يعملوا قصة من كل شيء وعلى حي الله شيء. نحن عم نحل أزمة كبيرة بهالبلد، والشركة عم تنفذ وملتزمة بكل الشروط القانونية، وبتروح بتقلا للست النايبة معلمتك اللي بعتتك لعندي لهون ضمن الحملة الانتخابية والإعلامية اللي عملتها ضد شركتنا إنه الشغل بالمطمر رح يضل مستمر، وبتروح بتقلا للنايب بيان تروح تلاقي قصص وقضايا تانية تتسلى فيها بعيد عن طريقي. سامع؟ قد ايه كانت حرارته اخر مرة؟ استله هي كانت 40. قد ايه صار له على هالحالة؟ صار له شي جمعة. اوكي، وعم بحس بوجع راس، دوخة. ايه، كان بيشكي من راسه. في استفراغ؟ ايه، كان بيستفرغ وبيحس بوجع راس كتير. واكله كيف؟ خفيف كتير. طيب، ما تعطي الهم استاذ، هلا بعطيك كم دواء مفروض يرتاح عليهم. دكتور سينتيا لازم تعملوا الفحوصات وصور، هلا بكتب لك عليهم. سلامته، ان شاء الله خير. كيفك دكتورة؟ كيفك جعد؟ انا منيحة ان شاء الله. صار احسن؟ مثل ما الله بيريد يا رب. ان شاء الله معافى. شكرا. كأنه وضعه للصبي ما كتير بيطمن. بصراحة لا، كتير زعلان على الأطفال. لو بتعرف كم حالة عم يجي مثل هالولد، شي بيخوف. نسبة السرطان كتير عم بتزيد، عيد الشر عن قلبه. منيح اللي انت هون، ان شاء الله تقدري تعملي شي. الناس بحاجتك، لو ما كنتي انت وين كانوا راحوا؟ بضل في مثلي مستعدين يساعدوا يوقفوا مع العالم المعترين، بس المشكلة انه في كتير اشخاص عم يستغلوا ويتاجروا بصحة هالناس كرمال مصالحهم المادية وبس، وجوزي واحد منهم مع الاسف. وانت لليوم ما عم تقبل تشوف حياته. أنا محكوم بالوفا والإخلاص وعهدة الصداقة اللي بتجمعني بغمار. يمكن ما أنا مثل قبل، بس هو حاطط كل أمانة بين إيدي، وأنا ما فيني إلا أني صون هاي الأمانة. ليه جاد؟ بدي أفهم ليه ما عم تقبل تقلي غمار شو عم بيحضر لي بعد كل شيء عم يعمل فيه كل هالسنين وانت شايف بعيونك. انا بشوف انه تطمني وترتاحي. لازم توثقي فيني وتاكدي انه انا موجود لحتى احميكي من اي حد عم يفكر انه يأذيكي. انت عم تعمل هيك لان انا امانه عندك؟ لا، عم بعمل هيك لانك بيان. الله يرحمه الغانم كان يسمع رأيي، وأنا كل عمري صمام الأمان للعائلة. الزعامة يا بيك بدها شوية حربقة. لا تكن ليناً فتعصر، ولا تكن قاسياً فتكسر.
يعني لازم تعرف أنت تشد وأنت ترخي، أنت تهادم وأنت تحارب. صعد اسمعني شوي، أنا بالنسبة لي الزعامة قوة، بالنسبة لي الزعامة قوة، وهيدا وقت ما بتهادم فيه. مزبوط حكيك مزبوط، بس بالنسبة لي هي صارت شعارات قديمة كتير. أنا عم أعمل مجدي مش على مجد عيلة الغانم وقطاعياته وأراضي الواسعة وانتخابات وشعارات وصور، هاي شغلة قديمة كتير. أنا بالنسبة لي رأس المال أهم، بزنس. وقت بيكون في مشروع عم يعمل لك المطلوب منه، فأنا حضل مستمر بالطريق اللي أنا ماشي فيه. لك أسعد، الظاهر إنه السوفت وير تبع مخك قديم شوي، صار بده أبديت، فمشان هيك عقلك الأنتيكة ما عاد بينفعني. بس هيدي سياسة خطرة يا بيك. هيدي سياسة العالم الجديد لك أبو السعود، يعني افتح كمبيوتر، تلفزيون، الموبايل، تفرج على نشرات الأخبار، رح تعرف إنه حكي هو اللي صح. مشان هيك برجع بقول لك عقلك الأنتيكة قديم، ما بقى بينفعني. لا تفكر إني ما بعرف لمين صاير ولاءك بهذا القصر. يا بيك، أنا ولائي للعيلة وحيبقى، وإذا قصدك الدكتورة فهي جزء من العيلة. لا، جزء من العيلة. الدكتورة بيان جزء من العيلة. الدكتورة بيان اللي كان من المفترض تكون جسر لإلي، صرت أنا جسر لإلها وركبتوها على كتافي. الدكتورة بيان اللي كان لازم تقربني من الناس واللي لازم أعمل معها عائلة لحتى نسي هالناس سنين غيبتي، مش هيدا كان اقتراحك أنت والغانم؟ سحب الكرسي من تحتي. بيان اللي كانت قاعدة بحضني، أم ابني اللي قلبتوها ضدي وخليتوها تقولني. سنين غيبتي يا أسعد، واللي أنت كنت مسؤول عنها بشكل مباشر، مو أنت اللي اقترحت على الغانم إنه يبعدني لحتى أربى بعيد عنه، بعد ما عملت وعملتكن. شو يا أسعد؟ بلاقيك سكتت كأنه أكل الغط لسانك. كل ما أنت ما قادر تنسى الماضي، هيدا الوضع رح يبقى مثل مطمر الزبالة، كل ما حفرنا فيه وغمقنا رح تطلع السموم، الله بيعرف لوين حتوصلنا ولأي مصيبة. أسعد! أنا بعدي ساكت عنك يا أسعد ومخليك بهذا الأصل، لأنك من ورث الغانم، يعني مثل هالكنباية وهالمكتب. فإذا كنت شادد ظهرك بسيادة الدكتورة النائب بيان، بكرة هالظهر بينكسر. فارجع، رجع يا مستشار وانصح حالك وشوف مصلحتك وين. فيك تمشي. حاضر يا بك.
تيتا تيتا شوفي شو جاي تعمل عندي؟ تيتا قدي لقصة ماما منا هون. روح عند سهيلة هي بتقرأ لك قصة. لا بدي انت التقرير. خلص فيلم من هون. انا خلقي ضيق. شو بعدك واقف عم تعمل؟ يلا خلص ما تزعل يا تيتا. ما بدك ترد؟ رد؟ بعتذر. هي رفا امي فيها شيء؟ ليش ما فيني احكي معك غير اذا خالتي فيها شيء؟ اكيد لا بس انا بالشغل هلا. شوفي رفا قولي لي في شيء؟ بحبك. بحبك. حبيبي شادو حبيبتي حبيبتي تقبرني يا امي تقبرني يا امي مش مصدق بعرف. إنك قدامي يا حبيبي بعرف. خلص خلص أنا مش قدام الناس خلص مش قدام الناس خلص خليني حبيبي خليني أروح على البيت خلص أمي تقبرني الحمد لله على السلامة يا حبيبي الحمد لله على السلامة الله يسلمك الله يسلمك مش مصدقة شايفتك قدامي يا أمي الحمد لله على السلامة يا حبيبي بكي خليه لي هالطلة تقبرني يا أمي تقبرني هويت لك إياها وشمستها وطلبت من البنات غيروا لك الفرشة وغسلني لك الشرشف لحتى تكون مرتاح يا حبيبي كله منيح يا أمي كله أحلى من المحل اللي كنت فيه نشكر الله رجعت لي بالسلام يا حبيبي أنا صدقت برجع بشوفك بحضني حبيبي
الشيف متري عمل لك أكل، رح روح أعمل لك لقمة. خلص خلص يا أمي، هلأ بلا أكل. فهميني يا أمي، هلأ أنا شو بدي أعمل؟ بشو يا أمي؟ كيف بدي أخذ حقي منهم وغانم مات؟ هيدا موضوع بطول شرحه، بس الست سوزان كانت شاهدة على القصة، وأسعد كمان بيعرف كتير منيح حقك يا أمي، ما تخاف، ما تخاف. إن شاء الله يا أمي. إن شاء الله يكون مثل ما أنت عم تحكي. لأنه اللي حملت قضية عنه مات، واللي ضرب على صدره ووعد أنه يعوض لنا الله أخده، مش باقي لنا إلا اللي مرتين. ما تعدى الهم أمي، هلأ منحكي مع غمار بيك وإن شاء الله ما بيصير إلا كل شي خير ومنيح. تقبرني إن شاء الله، تقبرني. أنا كل اللي بهمني هلأ أنك صرت هون عم شوفك كل يوم حبيبي. بونجور، يعطيك العافية. بونجور دكتور. هاي، عندي أخبار بشعة. هو اللي فحص الصبي لوكيميا مثل ما توقعت. هو اللي تحليل فحص النسوين اللي عملناهن، ما حبيت أبعث لك ياهن إيميل. ثلاثة معهم بريست كانسر على 8 بحي هالقد صغير؟ شو بدنا نعمل؟ بسام اللي عملتنا فس وناكله ونعيش فيه كل يوم. شو بدك نعمل دكتور؟ أنا رح خبرهم، بليز ما حدا يقول لهم شيء. المشكلة إنه هيدي الحالة عم تتكرر ولازم نلاقي حل. تعي معي. صباح الخير يا بيك. صباح الخير. صباح الخير سبع. ابني الحمد لله طلع من الحبس. أهلين يا سبع، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخيرا هيك بردت قلب الوالدة، غالي علينا كثير. الله يخليك والله. تسلم يا بيك، تسلم. إن شاء الله هيك بتضل أموركم ممتازة. بكرة؟ لا، ليش بكرة؟ هلأ بتحمل حالك وبترجع على شغلك بالقصر. نحنا ما بنترك رجالنا. بعدين أنا سمعت عنك حكي كتير حلو. تقبر قلبي. بس أنا يا بيك ما عاد كل هالفترة بالحبس لأظهر وإجي أشتغل هون بالقصر. أنا حملت مشكلة خيك الله يرحمه، وهلأ بدي حقي مصرياتي. أيوة للأسف اللي وعدوك يعوضوك واحد مات بحادث سيارة والتاني مات تموت تربو. فإذا إلك معهم شيء روح اطلبهم منهم، لأنه أنا ما فيني أخدمك يا سبع. ما عم بفهم عليك، شو معناته هالحكي؟ سبع، معناته هالحكي هو اللي فهمته. ليك، مش أنا اللي عمل هالعملة، ولا اللي وعدك إنك تجي تأخذ 250,000 دولار اللي عم تطالب فيه هلا. بس هول 7 سنين من عمري، 7 سنين بالحبس. اسمع يا سبع، اسمعني وحاول افهمني منيح، لانه نحن شباب بنفهم على بعض. في مثل بيقول لك القانون لا يحمي المغفلين، وانت رحت رميت حالك رمي هيك ببلاش، واللي لازم يعوضوك للاسف فلو. فكر حوله الكلب. والله لا تربيت لي مكروه يا امي. روش ما عندي شو بدي اقول لك. غمار بيك عم بيصير لئيم كثير وقاسي من كتر الغلي اللي بقلبه، بس انا بعرفه من جوا طيب.
والله العظيم والله العظيم إذا ما بيدفعوا لي حق كل سنة قعدتها بالحبس لأخذها من عمره لأنبش قبور الميتين وحط فيها العايشين. يا أمي لأنبش قبور الميتين وحط فيها العايشين. مش عارفين إني مع مين غلطوا، مانو عارفين، مانو عارفين شو عملوا فيي، مش عارفين وين كبوني. بس رح أشوفه أنا رح فرجيهم. ممنوع حدا يشتغل بالمطمر الا بامر منا. مين ما كانت الشركه لو قد ما قالوا لكم وشو ما حاولوا يقنعوكم ممنوع، بتتصلوا دغري بتعطوا خبر للبلديه والبلديه بيعطوني خبر لإلي. ممنوع بقى حدا يشتغل بالمطمر حتى لإلكم لكل المنطقه السكنيه، هيدا شيء مش منيح كثير تعتير مش مقبول. ما عم صدق كيف بيقدروا يتجرب أرواح العالم هيك؟ شو هالمنظر هيدا؟ شو هالقرف؟ بدل ما يكون فيه حديقة، بدل ما يكون فيه أشياء للأطفال، بدل ما يكون فيه بارك، قاعدين عم بيكبوا زبالة وين بين الشجر؟ يا جماعة يا جماعة إذا بتريدوا دكتور ميامة تحكي سمعني يا جماعة بليز اسمعوني شوي اسمعوني شوي يا جماعة اسمعوني اسمعوني. نحنا يلي عم نعمله اليوم كتير مهم، بس ما رح نقدر نعمل شيء إذا كل واحد منا بده يزت المشكلة على غيره. نحنا بهيدا البلد بيجمعنا هم واحد ومشاكل وحدة. ما تخلوا لعبة السياسة تلهيكن عن مشاكلكن وحقوقكن الأساسية. خلونا ولو مرة وحدة بس نكون إيد وحدة بوجه الفساد كرمال مصلحتنا الشخصية قبل ما نكون عم نحقق مصالحهم هن الشخصية، لأنه هيدا البلد مش بس لإلنا هو لأولادنا كمان يلي إلهم الحق يعيشوا فيه ببيئة نظيفة. طيب سعادة النائب شو هن الخطوات اللي بدك تعمليهم لا تسكير هيدا المطمر؟ نحن رح نكفي بالمظاهرات ورح نكفي ننزل على الأرض ورح يضل صوتنا عالي ورح كثف الاجتماعات مع وزير البيئة لحد ما يوقف الشغل بهيدي المطامر، لأنه مثل ما قلت قبل الحفر فيها هي كارثة بيئية وصحية وردم البحر بالزبالة هي كارثة أكبر. ما تواخذني يا بيك، بس أنت أكتر واحد بيعرف قديش ابني انظلم باللي صار معه. رفع عن خيك جرم ودفع عنه هو ما قاله ذنب فيه. يرضى عليك يا بيك. سهيلة أنا شو ذنبي لحتى أدفع هيك مبلغ؟ كرامتي ولا سهيلة ما إلها خاطر عندك. أنا مثل أمك الله يرحمها وداد، أنا من ريحة الغوالة. سهيلة كان إلها خاطر كتير كبير عندي زمان قبل ما تتفق مع سوزان، ولا فكرك إذا ما حكيت بكون نسيان؟ سهيلة ما في حدا بالدنيا بمقام أمي. إذا معتبرني أنه غلطت وقتها خبرت ست سوزان عن موضوع عايدة، بأكد لك يا بيك أنه كان قصدي خير والله بيشهد علي. شو مشان غلطتك الثانية؟ ولا نسياني انك صرتي من صف بيان؟ انت كتير صرت قاسي. انا كتير صرت قاسي. اوكي مشان سهل عليك يا سهيلة، لازم تفهمي انه انا ما عملت شيء ولا وعدت حدا اني ادفع له شيء. ما رح أقول لك شيء. الله يحميك من نفسك. الله يحمي لك ابنك من حاله. سهيلة اسمعيني منيح حتى تشوفي انه لساتني محافظ على الخبز والملح اللي بيناتنا، انه كان إلك معزة عندي بالزمان. خليكي معي شوي. بتقولي لسبع البرومبو ابنك لبا يحرن قدامي ويعلي صوته لأني بخفيه. شرفي
ايه شو بدها؟ عندي لك خبر بس مش كتير منيح. شو في كرم؟ شو القصة؟ البلدية رجعت السيارات اللي رايحة على المطمر. كيف يعني رجعت سيارات الشركة؟ مش في بيناتنا عقد؟ ايه بس الظاهر صوت الأهالي جاب نتيجة، وخاصة بوقفة الست النايبة معهم. حكي بعد شوي. مشاهدينا نحييكم في إطار متابعتنا لأزمة النفايات والحركة الاحتجاجية التي ترافقها. ننتقل مباشرة إلى المطمر حيث توافينا زميلة كارين سليمي في تغطية مباشرة للاعتصام الذي يجري هناك. إيه نادين، نحن مكملين معكم بالتغطية المباشرة على الهواء من أمام بوابة المطمر لنقل وقائع الحدث الاستثنائي. صحيح استثنائي، لأنه رغم كل الضغوطات والتحديات يلي واجهتها النائب الدكتور بيان نجم الدين، قدرت وبدعم من الجمعيات والأهالي تأثر على أصحاب القرار، ونحن وكل أهالي المنطقة ناطرين تنفيذ القرار المنتظر وإقفال المطمر إلى الأبد. مطالبنا أكثر، وهيدي بس البداية. وكان صدر سليمان قرار بإقفال المطمر أمام الشاحنات، شاحنات النفايات، وذلك بناءً على قرار وزير البيئة اللي اتفق مع البلديات على إيجاد مطامر بديلة لمدة أسبوعين. وطبعا وزير البيئة كان أقر فترة أسبوعين لانتهاء من مناقصات لمعالجة النفايات الصلبة ببيروت، وذلك بعد الخطة اللي أقرتها الحكومة مطلع هالسنة. رح نجرب نحكي شوي مع العالم الموجودة هون. شايفتك مبسوطة كثير. خليني الدكتورة بيان يلي سكرت لنا هالجبل، لك هالي دولة لو بيعرفوا انتو الطائر كانوا من زمان سكروا، بيعرفونا وقت اللي انتو الخبات بيردوا ورانا. حق عمين، حق الدولة. وصلت لهون يعني. برافو عليك، الحمد لله على السلامة. صورت كل شيء صار مثل ما بدي. برافو عليك. بتبعت لي كل شيء صورته بيو اس بي على القصر. هلا بتبعتها. تخيلك يا ست سوزان، انا وابني ما بقى لنا غيرك بهالبيت. حيش تبكي يا سهيلة؟ صايرة مثل البومي كل النهار. عم ببكي من حرقة قلبي عليه. ابني شاب رح يطق من قهره، وما حدا بهالبيت قبلان يعترف له بحقه. شو بعمل لك إذا غمار واحد لئيم ما بده يعطيه مصرياته؟ بس ابني حمل البلا عن المرحوم ابنك يا ست سوزان.
اسمعيني منيح، هي آخر مرة بسمح لك تفتحي فيها هالموضوع إن كان معي أو مع غيري. أنت بتعرفي إنه المرحوم ابني ما كانت غلطته باليو بلوي بهالبنت، كانوا عم بيحاربوا بيو فيه. أنت مربيتيه، أنت بتعرفي إنه رغيد ما بيعمل هالعملة. شو ما كانت القصة ست سوزان، بالأخير ابني هو اللي رفع البلا عن ابنك، والوعد كان إنه بيحمل عنه هيدول السنين وأنتوا بتعودوه بس يطلع من الحبس تيأمن حياته. أنت بتعرفي إنه أنا كل مصرياتي يلي وردتهم عن المرحوم مجمدين بأراضي وأملاك، يعني سيولي ما معي أصلاً، الرزق كله بإيد ابن الغانم، هو ورد عن بيو، فحقكم بتكون تاخدوه من ابن الغانم. يا دلي عليك يا ابني، كيف بده يدبر حاله هالصب؟ تركينا من هالسيرة، بكرة بلاقي لحل. ليكي شفتي شو صار بغمار بيك؟ يا ربي بلا شماتي، كسرت له عينه، غلبته كمان مرة، سكرت له المطمر. بتعرفي قديش بتكون خسارته بالنار؟ سترك يا رب، شو رح تخلص هالدوامة من هالبيت؟ بكير بكير بعد لا تخلص، بدنا نشوف عظم مين بده يتكسر بالأول. ابن الغانم رح يضل يبرم مع حاله، وبالآخر رح يمد إيده لسوزان للشاطر. شو ست بيان؟ رجعتي بكير؟ جونيور مش معك؟